بهذا الجزء. اذا عندنا هون هلا نتطلع احنا في عندي الميكانيكال سبيد، انا بقدر اقيسها الميكانيكال سبيد تبعت الروتر، بركب شافت انكودر، لو ركبت شافت انكودر هون على المحرك بقدر اقيس اوميجا ام تبعت الروتر. هذه اللي هي الاسينكرونس سبيد، مش السينكرونس سبيد، هاي الاسينكرونس سبيد اللي هي اوميجا ام، قسناها ضربناها باثنين لانه عندي هون تو بيرز اوف بولز بير فيز، حتى حولتها ل الكتريكال ديجريز بس للروتر يعني اسينكرونس. هلا بدي اجمع لها اللي بنسميها احنا هون اوميجا سبيد، يعني هاي هي الفريكونسي تبعت الروتر، الفريكونسي الكهربائيه في داخل الروتر، الفريكونسي تبعت الكرنت اللي في داخل الروتر. وهذه بتعتمد على المعادله التاليه، هاي المعادله اللي موجوده بالمودل زي ما حكيت، انا مش راح ما يعني ما راح ندخل في اشتقاقها، راح احط لكم اياها زي ما هي. عندي اوميجا اس وهي الكتريكال فريكونسي بتساوي اول شيء ال ام، ايش ال ام؟ متذكرين ايش ال ام؟ ايش اكس ام لما درستوا المحرك؟ ايش كانت اكس ام في الاندكشن موتور؟ علي صوتك. الاندكتنس اللي هي الماجنتايزيشن اندكتنس، اللي هي اذا طلعتوا تتذكروا الموديل تبع الاندكشن موتور، في عندي هون اكس ام كان عندنا هون ار سي، احنا ار سي مهملينها من هون، وبعدين عندي اكس 2 وهاي اكس 1 وهاي ار 1، وبعدين هون عندي كان ار 2 على اس. متذكرين هذا الجزء؟ هذا الجزء هي الميوتشوال اندكتنس من هون. طبعا بس احنا هون معبرين عنها بهنريز وهون معبرين عنها برياكتنس، بس ما فيش مشكله بنقدر نطلع واحد من الثاني، مش هيك مزبوط؟ فعندي هون انا عندي ال ام اللي هي الميوتشوال اندكتنس او الماجنتايزيشن اندكتنس تبعت هذا المحرك. هلا هاي بضربها في اي كيو ار على فاي دايركت فلكس، وهون عندي ال ار على ار. ايش ال ار على ار ار؟ ال ار هي الاندكتنس تبعت الروتر، ار ار هي الريزيستنس تبعت الروتر، اذا قسمتهم اثنين على بعض ايش وحدتهم هذول راح تكون؟ ال على ار سكندز، وعندي هون اي كيو ار اللي هي، فانا راح اخذ هلا هون اي كيو ار هون فاي ار، هاي اللي اجت من عندي من هون، ودخلناهم على المعادله، المعادله هاي هلا 34.7 هي قيمه بهاي الحاله 34.7 ملي هنريز هي قيمة ال ام، ضربناها في يو 1، ايش يو 1 بالحالة هاي؟ اللي هي هاي صارت يو 1، تكون فاهم هاي الترمينولوجي يو 1 ايش يعني؟ ايش يعني يو 1 بالحالة هاي؟ هي أول انبوت اللي جاي من المالتيبلكسر، يو 2 هي ثاني انبوت جاي من المالتيبلكسر، هون عندنا معادلة، وهون عندي يو 2 مضروب في 0.1557، 0.1557 وحدتها سكندز لأنها تايم كونستنت، هي ال ار على R أو كأنها التايم كونستنت تبع الروتر. ال R على R R هيها 0.1557، هيها هاي اللي هي حطيناها 0.1557 ووحدتها سكندز، وحدتها سكندز مهمة لأن راح تعطيني الوحدة النهائية. فاي دايركت، فاي إيش وحدتها؟ الفلكس دائما شو وحدته؟ الماجنتيك فلكس. شو نعطي ديفرنس دنسيتي الماجنتيك فلكس؟ ويبرز. I في L شو وحدتها؟ اي ايش وحدتها؟ كرنت. تشجعوا تشجعوا، اي وحدتها امبير، ال ام وحدتها اندكتنس هنريز. اذا ضربت اي في اندكتنس شو بتعطيني؟ لا فلكس، حكيت لكم اياها المره الماضيه، احد تعريفات للفلكس، احد تعريفات الاندكتنس، اذا مررت كرنت في اندكتنس بعطيني فلكس، فلكس مقسوم على فلكس ويبر على بيبر بالغبعض، شو بضل عندي تحت هون؟ سكند، واحد على سكند بتعطيني راديانس بير سكند. هاي المعادلة هلا زي ما حكيت اشتقاقها ما راح ادخل في اشتقاقها طويل جدا، مش بحاجة، احنا هون بالنهاية بدنا نوصل لهي المرحلة. هلا أنا عندي بدي أطلع ثيتا إي، ثيتا إي بتساوي الانتجريشن من زيرو مثلا لتي نوت ل أوميجا إم
الكتريكال زائد اوميجا سليب الكتريكال دي تي. بدي اعمل انتجريشن لاوميجا بتطلع لي ثيتا من هون، بس اوميجا ام الكتريكال هي بتساوي اوميجا ام ميكانيكال مضروبه في عدد البولز، اذا اوميجا زائد اوميجا بتعطيني ثيتا اي. ايش هذا؟ كي تي اس على زد ماينس 1. اذا ما اخذتوه هذا انتجريتر بس بالديجيتال دومين. كان ممكن احط واحد على اس، بس احنا هون كله ديسكريت، حطينا احنا تايم كونستانت او التايم سلايس اون 2 مايكرو سكندز، فهذا بيعمل لي انتجريشن بطلع عندي هون ثيتا اي. فهذا الانتجريتر وهذا مجموع اثنين من هون، هاي اثنين اللي ضربناها في اوميجا ام، فهاي كان مكاني بدالها احط اثنين في اوميجا ام ميكانيكا. اوكي، بعدين جمعنا هذول الاثنين اعطتني من هون ثيتا اي. هاي اصعب نقطه تقريبا موجوده في